نتيجة انقطاع المياه عن المناطق المحررة من بداية الثورة، اضطر كثير من الناس إلى ابتكار طرق ووسائل لعملية جمع المياه للاستمرار في المعيش. مثل ما بنعرف إنه المياه هي عبارة عن عصب الحياة، ما بنحسن نعيش من دون مياه، يعني المياه للشرب، مياه للطبخ، مياه للغسيل، مياه للزراعة، مياه للصناعة، يعني ما بإمكاننا نشتغل أي شغلة من دون مياه. لذلك نتيجة انقطاع المياه من بداية الثورة اضطرينا الى ابتكار طرق لعمل الحصول على المياه. يعني في البدايه كانت مياه الامطار ما نستفيد نحن منها شيء، تمشي تنزل الامطار وتجري في الشوارع تجري في الاراضي من دون ما نستفيد منها. كان النظام يبعث لنا مياه فيجي، اما حاليا انقطعت مياه فيجي، اضطرينا الى عمليه تسليط مياه الاسطحة، جمع مياه الاسطحة في خزانات واعاده استعمالها في مياه الشرب، في الغسيل، في الطبخ، في جميع مستلزمات الحياه. بالنسبة لعملية جمع المياه الأسطحة صرنا نمدد أنابيب تسليط مياه الأسطحة، عبارة عن تحويلات، ومن تحويلي نضع أنبوب، الأنبوب يتراوح حسب مساحة السطح 100 متر 200 متر حسب مساحة السطح، نمدد أنبوب إلى الخزان، يتراوح حجم الأنبوب 1 إنش 2 إنش حسب حجم مساحة السطح، وجمع هالمياه في خزانات. لو بدنا نحصل على مياه الجوفية، مناطقنا هون عبارة عن استخراج المياه الجوفية عملية صعبة ومكلفة جدا، لذلك اضطرينا إلى جمع مياه الأسطحة. يعني أقل شيء موجود مياه الجوفية على قمر 500 إلى 600 متر، وتكلفة استخراجها هي عبارة عن تكلفة باهظة، يعني ما بإمكاننا نحن أفراد أو كأشخاص بإمكاننا نحفر آبار ونستثمر، إنما هذا الشيء بده شركات حتى بإمكانها، أو بدها يعني حكومة حتى بإمكانها تحفر آبار وتستثمر المياه الجوفية وتقدم لنا إياها. أما نحن هون عبارة عن شعب بسيط ما عنده القدرة وما عنده الإمكانيات اللي يستخرج المياه الجوفية، لذلك اضطرينا إلى جمع مياه الأسطحة لتوفير مياه الشرب. وفي نقطة ثانية صرنا نلجأ لها لتأمين المياه في الأراضي اللي بتكون لها انحدارات وإلى مناطق منخفضة ضمن الأراضي، صرنا نحفر حفر واسعة أو ما تعرف باسم الرام. هاي الحفرة بتتجمع فيها المياه، بتساعد حسب مساحة الحفرة 1000 متر 2000 متر حسب مساحة الحفرة وحسب انحدار الأرض. هاي المياه بنقوم باستعمالها نحن أيام الصيف لحالات الغسيل، لشرب الحيوانات، لجميع مجالات الحياة. وهي الحفر يعني صارت تعوضنا عن كمية نقص كبيرة من المياه، يعني عبارة خزانات لأن في البيت هي عبارة لمياه الشرب والطبخ والغسيل، أما هي الرامات صارت تستخدمها أحيانا، نستخدمها منها الرامات نسقي فيها المزروعات، نسقي فيها الخضروات، قسم من هاي المياه الرامات نستخدمها للحيوانات للشرب، قسم من هاي الرامات تستخدم في الصناعة في المغاسل، في يعني صرنا تأقلمنا على قلة المياه وعلى طرق محلية للاستمرار في المعيشة. بسبب انقطاع المي فترات طويلة، يعني كانت تجينا المي عن طريق النظام، عن طريق مضخات المي، عن طريق شبكات المي، عن طريق محطات المي، كانت تجينا عن طريق الفيجي. فانقطعت المي فاضطرينا نبتكر شغلات جديدة مثل تجميع مياه الأمطار، مثل نشتري المي بصهاريج. هي صهاريج كتير مكلفة، يعني أقل عائلة بتحتاج بالشهر من صهاريجين لأربع صهاريج، حق الصهاريج 4-5 آلاف ليرة، يعني ما يعادل الشهر كيف من كان بده، بس 10 آلاف ليرة. هاي حق مي، لا أكل لا دفع لا شيء، يعني بس 10 آلاف ليرة حق مي، وهذا المبلغ كتير كبير. وكمان اضطرينا نرجع مثل خمسينيات القرن الماضي، كانوا يحكونا جدودنا وأبانا إنه كانوا يروحوا على العين على عيون ينضحوا مي بسطولي وينقلوا على ينقلوا المي بالبيدونات بالبرانيل ينقلوها على البيت. فهلق نحن اضطرينا نرجع لنفس أول، إنه عم ننضح مي من العيون من الآبار. كل ضيعة فيها بير، فيها بير أو فيها عين. هاي العين طبعا ما بتكفي كل الضيعة، إنه إذا الضيعة كلها سحبت منها، فبقسموا البيارة بقسموا الدور على حسب الحارات. مثلا اليوم دور الحارة الشمالية، بكرة دور الحارة الغربية، بعد الشرقية، بعد. فكل يوم بس اجى دور الحارة، اهل الحارة بينزلوا بينضحوا المي،
عن بينضحوا المي وبينقلوها على بيوتهم. طبعا المي ما فينا نستغني عن المي، لانه المي بنستخدمه للطبخ، للشاي، للشرب، للحمام، للغسيل، للشطف، لكل شيء، لانه المي هي اساس مقومات الحياه كلها. للحديث أكثر عن مشكلة المياه وحفر الآبار بشكل عشوائي في سوريا، أستضيف هنا المهندس الزراعي أنس جنعان المتخصص في المياه. أهلا بك أستاذ أنس. أهلا بكم. في البداية لو تحدثنا عن موضوع الموارد المائية، هل هي كافية في سوريا من أجل مياه الشرب ومن أجل الزراعة؟ في الحقيقة تصنف سوريا من الدول التي تعاني من أزمة مياه قديما، وتتمثل هذه المعاناة بندرة الموارد المائية وسوء استخدامها وضعف التخطيط الاستراتيجي لإدارة الموارد المائية. تختلف هطولات المطرية في عموم سوريا، من تتجاوز أحيانا 1000 ملم سنويا في المرتفعات الجبلية، وفي البادية تنخفض إلى أقل من 100 ملم. والمؤشر على أزمة المياه في سوريا هي حصة الفرد السنوية التي تقل عن 1000 متر مكعب، وهي حصة الفرد سنويا المتعارف عليها. بشكل عام أن سوريا تقع في ضمن النطاق المناطق الجافة وشبه الجافة، وتمثل المسطحات المائية ما يعادل 6% من مساحة سوريا. أما الأنهار فعددها 21 نهر، الأنهار الرئيسية، والأحواض هي 6 أحواض رئيسية، منها حوض بردة والأعوج، وأيضا حوض اليرموك، وحوض الساحل، حوض العاصي، وحوض البادية، وأخيرا حوض دجلة والخابور. أما البحيرات وهي 9 بحيرات رئيسية في سوريا. يكثر الحديث الآن عن موضوع مياه الشرب وتلوث المياه في سوريا، ما هي الأسباب التي خلقت هذه المشكلة؟ بصراحة تعاني سوريا من أزمة مياه حقيقية، وهي مشكلة قديمة ولكن تفاقمت في ظل الثورة بسبب القصف العشوائي أحيانا والممنهج أحيانا، الذي استهدف شبكات المياه وشبكات الصرف الصحي والخزانات والينابيع. وأخير دليل على ذلك هو ما شهده القصف نبع الفيجة في الفترة الأخيرة كما تعلمون. أيضا قصف الخزانات المياه الرئيسية أدى إلى وجود مشكلة حقيقية، مما اضطر السكان إلى التعامل بأساليب بدائية للحصول على مصادر مياه شرب ومياه منزلية، منها مثلا استخدام الصهاريج أو استخدام طرق التعقيم البدائية للحصول على المياه المنزلية. وهذا أدى إلى كارثة حقيقية، لأن الحرب لم تعد تقع بظلالها على القتل والاعتقال الممنهج، بل أدت إلى ضعف في وعجز في تحصيل المتطلبات الأساسية للإنسان السوري من الطعام والشراب والصحة والتعليم. فهذا أدى إلى مشكلة حقيقية وواقعية. بعض التقارير تتحدث عن أن مستوى المياه الجوفية انخفض بشكل كبير في سوريا، وذلك بسبب انتشار الآبار وحفر الآبار بشكل عشوائي. كيف هذا الأمر؟ الآبار الغير قانونية هي مشكلة حقيقية وواقعية، فعندما منع النظام المياه والكهرباء عن الناس وخاصة في المناطق المحاصرة، اضطر الناس لحفر الآبار الغير قانونية، وكان في عشوائية في حفر الآبار، لذلك شكلت أزمة حقيقية وأدت إلى انخفاض مستوى المياه الجوفية. وأغلب الناس اعتمد على زيادة الحفر في المياه الجوفية للحصول على المياه الضرورية للشرب والسقاية والاستخدامات المنزلية. ولاحظنا بالفترة الأخيرة هو تأثير الآبار الغير قانونية على المياه الجوفية، مما اضطر الناس إلى زيادة الحفر للحصول على مياه الشرب ومياه اللازمة لري المحاصيل ومياه الاستخدام المنزلي. أيضا أنه يجب أن ننوه على نقطة، أنه هي ارتباط الكهرباء بالمياه، فعندما تأتي هناك بعض المناطق تصلها الكهرباء لساعة أو ساعتين، هذا يشكل مشكلة حقيقية في الحصول على مياه شرب نظيفة ومياه صحية، مما اضطر الناس بشكل حقيقي لزيادة حفر الآبار. بالنسبة لنا كمهندسين وكمنظمات عاملين في سوريا،
ندعو إلى استخدام المحاصيل الغير مبذرة للمياه والابتعاد عن المحاصيل المبذرة مثل محاصيل القطن واستبدالها بمحاصيل ذات استخدام قليل، أيضا استخدام طرق ري حديثة، وإضافة إضافة إلى ذلك ندعو المنظمات والهيئات العاملة في الداخل السوري بالمساعدة إلى زيادة التوعية والإرشاد في عمل جلسات توعوية للمجتمع السوري. شكرا لك أستاذ أنس على هذه المشاركة، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.